المشكلات اللي هتفضل تأثر على وكالة ناسا. كمان قال ان احتمال كبير قوي التحديات الجديدة تفضل لسنين قدام. السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعة الأخيرة كمية أحداث مهمة جدا حصلت فوق لازم تعرفوها. معايا النهاردة أخبار حصرية بخصوص المهمة الخاصة للهبوط على سطح القمر، ومعلومات مهمة جدا عن أول طيارة فضائية. كمية تفاصيل مهمة جدا لازم تعرفوها. ما طولش عليكم في المقدمة. أول خبر معانا بخصوص المهمة Intuitive Machines بتقول الشركة إن إطلاق مركبة الهبوط على القمر IM-1 واللي تم تمويلها من وكالة ناسا جاهزة لنافذة إطلاق متعددة. في 12/1 سنة 2024 هيتم إطلاق المهمة دي على متن صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX، وهتستهدف مركبة الهبوط نوفا سي التابعة للمهمة فواهد مالبرت اي، ودي حفرة قريبة من القطب الجنوبي للقمر. والمركبة نوفا سي عبارة عن اسطوانة سداسية بست أرجل هبوط وارتفاعها 4 متر وعرضها 1.6 متر. تنطلق مركبة الهبوط واللي وزنها 2 طن ومعها 5 حمولات علمية تابعة لوكالة ناسا. هدف الهبوط ده انه يكون مستكشف لمهام رحلات الفضاء البشرية التابعة لوكالة ناسا على القمر، زائد ان هو هيحدد اماكن الهبوط لمهمات ارتمس. فاحنا ممكن نعتبر المشروع ده هو سباق غير رسمي لأول مشروع خاص بيهبط بأمان على سطح القمر. وعلى فكرة في شركة خاصة تانية اسمها أستروباتيك هتطلق مركبة هبوط على متن صاروخ فولكان سانشر، الكلام ده في شهر 12 سنة 2024. الخبر اللي بعد كده معانا بخصوص دريم تشاسر، ودي أول طيارة فضائية. أعلنت شركة سيرا سبيس إنها انتهت من بناء أول طيارة فضائية على الإطلاق، واللي هيتم شحنها قريب لمنشأة اختبار تابعة لوكالة ناسا في ولاية أوهايو. بيقول الرئيس التنفيذي للشركة إن هم وصلوا لمرحلة مهمة جدا في مستقبل الصناعة الفضائية. حصلت الشركة على عقد مع وكالة ناسا لإطلاق مهمات إعادة إمداد للمحطة الفضائية بالطيارة دي، يعني هيستخدموا الطيارة دي علشان يودوا الإمدادات لمحطة الفضاء الدولية. وبكده الشركة بتمتلك أول طيارة تقدر تطير لحد المختبر المداري، وأول رحلة تجريبية للمختبر المداري هتعملها الطيارة في شهر 4 السنة الجاية. ميزة الطيارة دي إن هي قادرة على التحمل درجات حرارة إعادة الدخول بشكل متكرر. درجة حرارة إعادة الدخول دي بتوصل ل 1650 درجة مئوية. ونظام الطيران المستقل متصمم ل 15 مهمة فضائية، والمفروض إن هو هيساعد نظام الدفع المستدام للمركبة ونظام الوقود المؤكسد علشان يخفف التكلفة البيئية للعمليات دي. الخبر اللي بعد كده بيكلمنا عن التحديات اللي بتواجه وكالة ناسا لإعادة البشر للقمر مرة تانية. أصدر مكتب المفتش العام التابع لوكالة ناسا تقريره السنوي وسلط الضوء على التحديات اللي بتنتظر وكالة الفضاء الأمريكية، وبيعترف التقرير بالابتكارات اللي عملتها وكالة ناسا من ساعة ما تم إنشائها سنة 1958 واللي خلتها رائدة عالمية في علوم الفضاء، وذكر أمثلة زي أبولو والمكوك الفضائي وتلسكوب جيمس ويب ومقصد هابل الفضائي والتقنيات الناشئة للطيران. كمان سلط الضوء على النمو الكبير اللي حصل في التكاليف والتأخيرات الطويلة في الجدول الزمني باعتبارها المشكلات اللي هتفضل تأثر على وكالة ناسا. ومن أهم العوامل الرئيسية اللي ذكرها مكتب المفتش العام هي العودة المخطط ليها للقمر عن طريق برنامج أرتمس، وأشار كمان إن محطة الفضاء الدولية هتخرج من الخدمة في أوائل الثلاثينات وإن ده ممكن يعطل الوجود البشري النشط في مدار الأرض المنخفض. التقرير حدد 7 تحديات مهمة جدا واجهتها وكالة ناسا، والسبع تحديات دول سلطوا الضوء على القضايا الهامة اللي بتواجه وكالة ناسا، بس المشكلة إن معظم القضايا دي طويلة المدى. وكمان قال ان احتمال كبير قوي التحديات الجديدة تفضل لسنين قدام، بس في النهاية بيقول التقرير ان في خلال سنة 2023 وكالة ناسا احرزت تقدم كبير جدا في تحسين ادارة العقود، بس محتاجة المزيد من الاجراءات لتحسين الشفافية والرقابة. وفي النهاية التقرير بيقول ان لازم وكالة ناسا تستمر في تحسين اغلاق المنح الحالية واللي في المستقبل علشان تقدر تخصص الاموال اللي جايالها صح. لحد ما خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.